كمين بعدنا بالباج 15 هون طالبين مني لكتير دو نوت. بالكتير دو نوت في عندي اول اكزرسيس كله اليتا فوندامونتال. ننتبه على شغلي انه اول شيء شو في عندي على الباس، يعني سي لا فوندامونتال كي على باس. ثاني شغلي بدي انتبه لانه لو الاكور بشوفه انا مكتوب في عندي 3 ا 4 ا 5 ا 6 ا 7 نوت، بالنهايه في دي نوت كي سون دوبلي. مثلا اذا اخذنا ثاني اكور اللي هيدا هو ري ري 2 ري 3 3 ري دون الاكور، بالسوزج شي وحده 2 3 بس بالنهايه ستون اكور دو 3 سون. نقراهم سول سي ري سول ري سول ري ري سول سي دو سول مي دو لا دو مي لا فا لا دو فا اتسترا. بتكفوا ريتون. هلا فيما يخص البريمير انفيرسمون، بريمير انفيرسمون يعني الاكور بده يكون اليتا، بده تكون التيرس دو الاكور اي على باس. هذا دو مي سول حطينا المي على الباس، سول سي ري هذا سي ري سول حطينا التيرس على باس. هون الكتابة بالطبع في نوتة ناقصة لأنه أنتوا إذا حطيت ميلا دولا واحدة أنا زدت عندي الدو، يعني دو ميلا إتسترا. هلا بعد في عنا شغلة مهمة كمان هي آخر شيء بننتهي بزينزوخت نمرو 3. إذا أنا طلبوا مني غنية لهالزينزوخت بيعطوني نوتة اللا، نحسب هذه اللا لا ما في غني مي بمول دغري لان هيدي اون مي بمول ماجور، بطلع لا زي مي بطلع سكوند مينور وبنزل كان جوز لا زي مي. بغني الكا مي فا سول لا سي دو ري مي مي ري دو سي لا سو فا مي مي سول سي مي سي سول مي بوكو اداجو، يعني ان بو اداجو اسرع شويه من الاداجو، يعني تقريبا نوار ايكال سفاسون، بينما الاداجو نوار إيقال 54-56. وكلها منشوف الشان هو بيانو، عم بتغني بيانو في محل بالبيانو هو بيعمل un petit crescendo وبعدين بيرجع بيانو. Je commence Si do re mi do si do si la sol sol fa mi. فراز A خلصت، فراز B سول فا فا سي لا دو سي ري دو مي سا فا لا دو سي سي. هون كريشندو نشوف البيانو سي دو ري مي دو سي دو سي لا سول سول فا مي سي لا سول سول فا مي. ولا هلا في ترافاي براتيك كمان تعملوا لوحدكم. اي بون ترافاي.